بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كل بخير. جاناكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل. اليوم يا اصدقائي راح اشارككم الاحداث اللي نزلت اليوم. طبعا اغلب الاحداث هي خاصة بسنة 2021. فقبل ما نبدأ المقطع يا شباب لا تنسون من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم. طبعا اغلب هذه الاحداث موجودة على دولة تركيا، مثل ما تشوفون يا اصدقائي موجودة على دولة تركيا. ما أعرف إذا موجودة على غير دول لو لا، بس موجودة على دولة تركيا، ما موجودة بالدول العربية. شوف على هذه دولة موجودة أخرى. المهم هذا حسابي على دولة تركيا. نروح على أحداث، ومثل ما تشوفون يا شباب هذه كلها الأحداث خاصة بسنة 2021. فنروح على عام جديد سعيد. مثل ما تشوفون يا أصدقائي تحصل على هذه العملة التذكارية لسنة 2021. طبعا نجمع هذه العملة. طبعا اغلب المهمات هنا يقول لك اكمل واحد مباريات بينما تكون مع مجموعة مع الاصدقاء، يعني تلعب ويا اصدقائك. وهنا يقول لك اكمل 3 مباريات بينما تكون مع مجموعة من الاصدقاء. وهنا يقول لك اشحن 600 يوسي. من خلال هذه المهمات اللي تسويها راح تحصل على العملة التذكارية. هاي العملة التذكارية شنو راح تستفاد من يمها؟ راح تستفاد من يمها يا صديقي هي تبدلها هنا، تروح متجر استرداد لعام العام الجديد. طبعا تحصل هنا هدية العاب النارية 2021 نارية. طبعا هذه هي شعبية بمقدار 200. طبعا كل 2 عملة تذكارية راح تحصل 2 شعبية بمقدار 200. الهدية الثانية اللي تقدر تسترددها ايضا يا اصدقائي اللي هي هذا الصندوق، يقول لك حسبة الاحتفال بالعام 2020، يحتوي على العديد من العناصر التذكارية. طبعا اذا تدوس يا شباب يقول لك هنا تحصل على الاي كي ام هنا مملوك وسكين دائمي. وهنا يقول لك الاي كي ام مؤقت 7 ايام، وهنا 3 ايام، وهنا يوم 1. بالاضافة الى هذه الشعبية بمقدار 200 تحصل هنا على 3، وهنا تحصل على 2، وهنا تحصل على 1. انت وحظك يا شباب، كل واحد يجمع وشوف شنو حظه. طبعا باقي الاسترداد ما اشرحها، يعني كلها مؤقته مثل ما تشوفوها، ذني مؤقته. اللي راح يفيدنا اكثر اللي هو هذا الصندوق اللي نحصل بيه على اي كي ام دائميه، ويفيدنا هذه الشعبيه نقدر نستفاد منها. اما الحدث الثاني يا شباب هي فعالية العام الجديد لسنة 2021. هي تقدر تحصل على اطار دائمي ومجاني. يقول لك اطار اصول رمزية للعام الجديد 2021 مجانا عند الشراء. عند الشراء يا شباب هنا تشتري يوسي، مو يعني تشحن يوسي، مو تشتري من المتجر، لا تشحن يوسي، يعني تشحن منا يوسي، تروح هنا وتشحن يوسي، مو تشتري من المتجر، جاي يقول من المصدر. هنا لازم تشحن يوسي حتى تحصل على هذا الاطار. يقول لك هنا قم بشراء 10 يوسي خلال الفعاليه للحصول على اطار الصوره الرمزيه الدائم للعام الجديد 2021. اكرر انه تشحن يوسي، يعني 10 شيدات او اكثر تشحنها عن طريق الاي دي. شوف انت شلون تشحنهن، يعني مو تشتري من المتجر، تشحنهن يلا تحصل على هذا الاطار. اي سؤال اي استفسار يا شباب اكتبوا لي اياه بالتعليقات. اللي هنا يا اصدقائي وصلنا لنهايه المقطع. لا تنسون من اللايك وسبسكرايب ومشاركه المقطع واصدقائكم، وبس اشوفكم بخير.